يا هلا والله يا ولد، شلونكم وشلون صحتكم؟ يا بيوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك. ويا ولد سويت شو اسمه، سويت انستغرام خاصة بس بالقناة. اذا تحبون تكتبون يوتيوبر كرار يحيى تطلع قدامكم، واذا شو اسمه وإذا تردون الرابط بالوصف، راح أخلي الرابط بالوصف، دخلوا عليه. هي والتيك توك، التيك توك أنا شيني تيك توك ناشر بيه بس تاركه حلو، بس راح أرجع له إن شاء الله بقوة، وراح أنشر لكم. الحمام ميتات من الجوع، عايفين بلاي أكل، مو عايفين بلاي أكل، بل شو اسمه أخوي رايح يجيب شو اسمه علاقة، ما أنا شو اسمه هواي اقول شو اسمه يا ولدي، هو حتى بالتعاليق تكتبوا لي هواي تقول شو اسمه، بس عادي يعني من الحار هواي لازم نعلس وننسى. وعذرونا اليوم الكاميرا مو شي، موبايل اخوي عطلان حلو وراد صلحه، ويمكن شو اسمه هو انا جديد مشتري تليفون وطيت اياه، ويعني هذا التليفون تو نازل، يعني مو حديث حديث اللي وسط، بس تو يعني نازل. يا ولد صاير هواي انسى والله. اعذروني بالحسين، يعني يعني هاي بدايه الفيديو ايش، لان حار موت موت بعد، تدرون بالحار شيني الو، تدرون طلع لكم التور ونطلعهم خطيه هم ميتات من الجو حنه الو. الموبايل يعني مو حديث كلش، بس يعني توه ما صار له هواي من نزل، والبطاريه ماتت طلعت، هاي ظلت تطير التاره، البطاريه ماتت عطلت، ودالي المصلح ما له بطارية بعد ما نازلة. هسه المصلح خابر على الشركة حلو، لو الى بطارية لو مو الي بعد ما ادري، هاي ظلت بيد الله. فاحاول هالمرة هاي اصور انا ان شاء الله براس شهر اشتري تليفون، فخلى امشي اموري هسه بهذا التليفون اصور بيه، ولو التصوير مو شي عادي يا ولد حلو. وحطوا لنا لايك والله، يعني يا ولد يعني والله ماكو هيك شيء، 20,000 جاي يوصل المقطع، 23 25 30 يوصل، يعني اللايكات يعني والله مقصرين وياي باللايكات، يعني احد يحط لايك والله ما راح تخسر شيء، والله ما راح تخسر شيء. شوفوا يا ولد ها، والانستا مالي يعني اريدكم بعد تطبوني طبقوا وياي، بعدنا انا كل شيء لا مرتب لا شيء حلو، فراح اخليكم الرابط جوا وانتم تتابعوني، وان شاء الله مباشر راح انشر ستوريات، ولو هسه راح انشر لكم ستوري حلو، ولو اريد اطب لي خاص راسني اي شيء سؤال عندي فد شيء اريد يحكي وياي عادي، ارد على الكل كلها ارد عليها. فهسه خلي اقطع لمن اخوي يجيب شو اسمه العلف وارجع، والله حاره كلش حاره. هسه وصل لي هواي ما مصور لكم، لازم اصور لكم، هسه اخذكم فرع على القناه اراويكم المخالف الطلعان عندنا، الطيور البيضا ان شاء الله هسه هم اراويكم وياهن. شوف الطيور ميتات من الجوع كلش والله، يعني هسه تخيل يجي وارد وياكم، وهذن الطيور كلهن علفتهن، اول شيء اكيد كلهن علفتهن، شنو انت لوتي مثلا تعلف نص وتخلي نص، هذن اللوت، اللوت جبت لهن طير جديد، جبت هذا شوفوا هذا طير جديد للوت، هذن خلي نطلع الحمر ونراويكم شو اسمه التبقيس الجديد، والمبياض مبياض تدرون بيه بالله انتم مال الحمر، خلي اخذ من الجايات لهم، شوفوا المخلف ذاته الحمد لله وشكر رام قرص ولا شي، بس هذا احمر مبين بعد شني، عندي هذن الحفاي فوق سن شوفون، صلى على محمد وآلي محمد، صلى على محمد وآلي بيت محمد، شوفون شوفوا حافي شوفوا، والله نشوف اخو الثاني، انا اخو الثاني ما شفته كم حافي، اخو الثاني اللهم صل على محمد وال محمد، هذين هذين بنات الحفاي، هذا مخلف الحمر احمر هذا، ما ادري جي يمكن بدرنقي هذا مثل ما قلتوا، هذا هم هذا احمر، هذا الحمور الله حين، اعذرونا يا بعد تصوير اليوم
وين هذا الاحمر الحافي جديد؟ طب احنا بعدين جوعانات جاي اكله. هسه انا منتظر شني؟ منتظر الشمس تطيح بعد شوي، ولو هي طاحت هسه راح اروح انا اروح اصيد انجراد للبلابيل. او هذني ظلات بلاي ماي، خلي ترسل هذني اربع خانات، خلي ترسلهن ماي. يا برجع واقول عذرونا على التصوير شوي مغوش. يلا نمشي حالنا بهالكم يوم. هذني الحمر طلعتهن، الزواجل والله طيرين ياخذن خمس دائرات ستة ونزلن ما شاء الله. اللهم صل على محمد. الزواجل بيهن سرعة، وهذني هم يردن بيضا. شوفون لمسة يد الزواجل هم جاي ياخذن دائرات خمس دائرات ستة. ذاك اليوم قلبن هيك راحن قلبن وردن، يبدو ذيك العمارة العالية البيت قلبن وردن هيك هناك راحن. انا من راحن قلت راحن بعد ما يردن. لا والله انه ما عليه شيء كظن واجن. خليت رسمي ونرجع وياكم. هذن اللوت بيضا، هاي الشعلة موحدة بيضا شوفون، وهذا القلم شوفون ذني بيضات بيضا. واخيرا طبعا اذا نظف خاناتهم، هسه يقولون لا تنظفهم يتمرضن. يا ولد يعني شوفوا، لبيتن العدس امس خلص العلف، اليوم جبتلهن لبيتن ما خلص. انا عرفت ان الخانه هذا البرج علفته مشبوش، وهذا برج علفته مشبوش، واليوت علفته مشبوش. ما ادري الحد من يمكن الحد هذن وقضى العلف هذن، وذني الاربع علفتهن عدس. ف هواي جاي كتبولي لا تبزر هسه يا ولد. والقرآن يعني ايش اقول لكم، ما اريد احلف، هي صح الجو حار حلو، بس يعني هسه انا جاي اشوفها حلو شدتها. تدرون وين المخلف؟ اول يوم يعني مثل اليوم يطلع قبل يوم، وبيوم اللي يطلع بيها شوي يعني اذا تعداهن يعني مو ثلاثة ايام، هم اقول لكم يومين او ثلاثة ايام حلو المخلف، بس يتعدى هذن الخمسة ايام، يومين بالبيضة وثلاثة ايام طالع، بعد ما عليه اي شيء، ما عليه اي شيء. هسه تقولون ابن الرخوت اللي عندك مو كبر ومات؟ صحيح مات، بس ما مات. انا اقول لكم من الحر، لا ما اقول لكم من الحر مات. ما تدرون شنو امهاته ما عسنه زين. هسه هذا مو مخلف عندي، ما مات هذا، ما مات هذا، هذا ابن الزواج كل شيء ما بي جاي يشرب وياكل. وهسه اخذ له بعد اسبوع اسبوعين اسبوع هيك 10 ايام انفط منه، سياكل من بوحده، هو بدا يلقط من بوحده. فشدتها وين؟ بخمس ايام، يومين بالبيض واخر يومين الي، او اول ثلاث ايام من يطلع هذن بس يتعداهن. ها حلو، الطير بعد ما له غرض بي، بس ذبلهن علف ذبل امهات. انا هسه انا شلون جاي اعلف تدرون؟ اللي استغفر الله ربي العفو، اللي ما جواهم بيض جاي يعلفهم بس العصر، ويعني مو شيء قليل قليل يعني وسط حلو. واللي شو اسمه والجواهم المخاليف هسه هذني مثلا هذني امهات، هذا هذني شوفون مثلا هذني حلو هذني شنو جاي يعلف هنا؟ انا ما بنقي اروح اشرب مي وبنقي اروحها. شلون جاي يعلفين هذني؟ اسمه جواهم مخلف خراويكم، بس جواهم مخلف مالوت مو مخلفين هذني، بس هاي طبقة راقي يعني تخبل هاي الطبقة. شوفوا هذا مخلفين، شوف الطبقة شعلاتها شوفوها هاي. هسه ان شاء الله اول بيضة الها ما شدت، ذبيت زرق جواها اريدهن الزقن. انا اشوف هسه انا بنظريتي مثل الطيور اذا تجيبهن وزقن، هسه عندي الرخوت السود حلو، هذن الرخوته هسه طلع مخلف من هو، خلي يكبر له شويه واراويكم اياه. فقست بيضتهن، هذا هذا الفحل والنثيه ناي مع المخلف، اليوم طلع المخلف طلعت بيضته حلو. هذن الزواجل شوفون هم بدن يطيرن ياخذن هيجي خمس دائرات هيك وقلبن من هناك مثل ما قلت لكم. فعندي مثل الزوج الزق اول شيء احسن، شلون يقولون الزق اول شيء؟ يعني هسه انا هذني الرخوت السود زقن عندي اول بطن حلو،
زقن عندي خوب اول بطن زقن بيه. هذا كم بياض الهن ولا انا ما قضيت ولا مخلف من عدهن، حلو ولا مخلف قضيته من عدهن، لاني هم كبرن وهم يعني شلون منحوسات وما يزق هن ما زقن مخلفهن. موتن واحد واحد كبر له شوية وطلعت بيه التهابات ومات، وواحد اول ما طلع من البيضة سحقنا الامهات زركته جوا دش هم سحقنا ومات هذا الفحل. وهم وهسه هذا اخو من الامهات ما زقنا زقنا الزاجل ومات، يعني شلون المنحوسات لهذا الزوج. حلو، فشني بيضا عندي اربع بطونه ست ثمان بيضات، هسه بس مخلف واحد جواهن، ثمان بطونه اربع بطونه بيضا عندي. حلو اربعه هذن ليش؟ لان زقن مكان بالسطح زقن مره، خوب زقن هن مره، هسه زين عدي هذني 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 مو نفسهن هذني لرخوتي. حلو هذني لرخوتي، اول ما بيضن زرقت بيضهن، ما خليتهن اسبوع او عشرة ايام جواهن انه بزرقت بيضهن ما زقن. تدرون هاي البطن الثالثة الهن زرقت لرخوتي وهنا سوية بنفس اليوم. حلو، وهنا هم يعني بيضا فرق يوم بيضا، هاي البطن الثالثة هسه الها وهذني ولا بطن. فانا اشوف هسه اقولكم انصحكم نصيحة، خلوا الامهات زقن لهن مرة واحدة بالسطح. يعني انا جاي اشوفها بعد ما ادري حسب، يعني جاي اشوف ان هسه الامهات اذا زقن يعني هسه تقولوني بيضا صحيح بيضا هذا راح بيضا، بس وين هذا ان الثلاث بطونه بيضات ثلاثه يعني بس ازرقي بيضا ورا اسبوع بيضا، وين هذا ان وين طولا ما بيضا، يعني فرق كلش هواي فرق. حلو، فعندي هيك احسن، فهذا ان زرقي جواهن حتى يزقن، حتى النوب من بيضا حتى لو ازرق بيضا عادي يردني بيضا. ومثل ما اقلكم وانا حسب ما اشوف ان الحر ما له غرض، الحر شدتها او بهاي الخمسة ايام يومين بالبيضة او اخر يومين الى ويطلع، وثلاثة ايام اول ما يجي، اذا اجي بعد ما عليه شيء، عم هاي مخلف كل شيء ما عليه، هاي مخلف ما عليه شيء، عند الحمر جواهم مخالف ما سواي قالوا لي قول افراخ لا تقول مخاليف يا ولدي، دا انا بعد ماشي مخاليف كبار صغار كله مخاليف. هذن الحمر شوفوهن، هم هاي جاي تاكل يمكن تريد الزق مخلفها، وهاي هم شوفوها جاي الزق، وهذا الفحل جاي زق. حلو، وهذن الطيور ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. زواج الاثنين ماتن لان من الحب، مثل ما قلت لكم ما يطولن لان بين حب. وهذن الطيور اللهم صل على محمد وعلى محمد، شوفون بصحة زينة وكل شي ما بيهن. هذني انسان تو فاتح الباب، ها حلو الحمر ذني تو فتحت لين الباب، يعني تقريبا صار لي اسبوعين ما فاتح لين الباب، عايف من جو بيضين وهنا يزق. انا هاي شوف حتى سيم ما داقلين سيم ناعم، لان البق خاف يا ولد، البق زين خاف، خاصة احنا اهل الجنوب اهل البصرة يعني اهل الناصرية وهاي السوالف، يعني هاي شوية حارة، خاصة احنا يم الشط بيتنا يم نهر الدجلة، يعني ما يبعد عن الشط فلد مسافة، يعني هيك دقيقتين انا يمي، حلو ماشي سبع دقائق هيك ما يطول. فبق بكثرة بس هسه قل البق، حلو يعني ماكو بق هسه دني ما شاء الله، اللهم صل على محمد، مخاليف البغداديات ولا بق بيهن، اللهم صل على محمد وعلى محمد. حلو، فالبق قل مو نفس كبداية، اول بداية الصيف وين قبل اسبوع او قبل هي اسبوعين شيني البق ما يتحاشي غير. وهذا ان الطيور مثل ما تشوفون، وهذا ان اللوت هم هراونكم وياهن، وعذرونا على القطعة والله يعني قطعت هواي كلش هواي، ثلاثة ايام ما منزل. هذن هاي الشمعية، حلو هاي هم جاي تاكي تريد تروح الزق مخلفها جواها مخلف، وهذا النثيتة هاي جواها بيضة ما باقي لها شي وتطلع، وهاي النثيتة هم نايمة على البيضة ما باقي لها شي وتطلع. شي ناش بيه هاي، ردينا الموبايل ردينا لسوالفي يقلب لون ويقلب ماشيني، وهذا الطير الجديد شوفوا مدام فارد بوحدي خلي اراويكم اياه، هذا
هذا الطير الجديد لوت، وبلكة الأحمر هم واقف ببحدة، خلي أراويكم إياهم، خلي أراويكم الأحمر الجديد جبته. هذا هو شلون العرجة بيطوني إياها هدية هني. هذا شوفوا هم حلو والله، حلو هذا الذبلة فد يعني حني او فتشي ما ادري، وانا ما اعرف بالتريم، ما اريد اصير استاذ بالتريم، انا كل شيء ما اعرف. يا بالحر يا بي، هاي 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 انا جبت الهاي، شوفوها هاي النثية والله عجبتني، فرد حلوة هاي، شوفوها والله ما اعرف بالتريم، ما اعرف بالتريم، رب الصبر اللي بس خل اذبن كم بطن من الحمر واشوف الترهيم شويه اتعلم له، بس خل اتعلم له حلو. شوفوني شلون راح اراهم النوب، هذا انهم بيضن ها، خل اقلكم عليه ذني ذني اللوت بيضن، هذا ذني الجدة، ذني كل الزينات، اللهم صل على محمد وال محمد، يقول صل على محمد وال محمد، حلو صل على محمد وال محمد، والما حاط لايك يحط لايك، وصلى على محمد وآل محمد، وحط لنا اشتراك، واللي ما معلق اعلق، يا ولد تعليقاتكم صار لي واي تارك، يعني حطوا لي تعاليق، هاي التعاليق هم اريدكم تصعدونها، منتهي اللايكات والتعاليق تصعد الفيديو حلو، فصلى على محمد وآل محمد، وحطوا لنا لايك، واللي ما مشترك بالقناه تشترك، هنوصلها 30,000 باسرع وقت حلو، وان شاء الله اذا صعدت هاي القناه ان شاء الله بالشتاء شنو اذا صعدت القناه. يا ولدي والله قلت لكم من البدايه عذروني على السحقات، اذا ان شاء الله بالشتاء نكثر الحمام، هسه ما اريد اكثر الحمام، تدرون ليش يا ولد؟ الحمام هسه ما اريد اكثره، يعني هم حاره تروح تنساهن بلاي ما يموتن، تعال مقابلهن، يعني هسه ذني كان هسه ذني الحمر، شوفون ايش قد مثلا، هسه ذني 5 ازواج 10 طيور، هذين يشوفوا الماي مالهن هسه راح اقوم اترسي، الدنيا حارة حلو، الدنيا حارة لازم تترسلهن ماي، لازم لازم تترسلهن ماي، يعني هذني الطيور مثل لو هسه نطبق التور حلو، والزواجن والحمر كلين بهذا القفص ونخليهن بهذا، بس هذا طور الماي، تدرون كل 5 دقائق اصعد ابدله، والله كل 5 دقائق اصعد ابدل، اذا ما اصعد كل ساعة القى لي فد 2 3 ميتات، فهسه انا شنو حتى لو اريد اجيب طيور ما اجيبن هسه حلو، ما اجيب هسه تاني من نال الشتاء على راحتي واجيب طيور، وحتى برج الزواجل ان شاء الله فيديو جاي باكر برج الزواجل كامل، يعني ادقنه واكمل لنا الفيديو مال باكر برج الزواجل، هنا راح يصير برج الزواجل، هنا هاي هنا يمكن تقريبا هيك منا وهيك حلو، نرتب الهين ونخليهن بحدهن، نسوي لهم معلف ونخليهن بحدهن، ها هذن الحمور، ها يا بي السلام عليكم، هاي طلعت من بيضها، طلعت من بيضات والله حلوين النثي، شوفوا ايش حلاتي حلوات، انا الحمر ملاتي كلن حلوات، يعني شوفوا سياق لكم انا بيهم مو حلو، وعيوني كلن حلوات ما شاء الله، اللهم صل على محمد، هذا مو حلو، هذا ما عاجبني، بس هذا ما عاجبني بيهن، وهذا الفحل اشوف البياض ماله وين واصل، هذا ما عاجبني، النتاية كلهن عاجباتني النتاية كلهن، ها شوفوا شلون حلوة، شوفوا هاي شوفوا هاي شوفوا هاي، هذا الفحل هم حروقات بي بس شنو مال ترهيم، هذا حلو، هذا الفحل الجئل طوني هدية حلو، يعني بس هذا وهذا مو شوي حلوات مو صح، بس ذني شوي مو حلوات، بعد شنو عندنا ما صورنا لكم، وبهاي الغيبة الكبيرة طبقت الصفر رديت طبقتهن، هذن الرصاصيات هنا، وهذن رديت خليتهن هنا مثل ما رويتكم تو، وهذا المخلب شوفوا شوفوا شلون جاي عس، لا والله انتبه علينا، عفوا عفوا يعس براحته، عفوا اللي ابو شوفوا شلون جاي عس، والله يا ريت اصورها هسه بس بس تعال خانه بعد ما يعس،
حلو، بس انا هسه مستغرب. ها ايه، اول 3 ايام 4 بس ما يعسه، انه والام الاب ما يتعسه، مو الابو. اقول انا ليش ما يعسه مخلفه؟ بس هو تو طلع ما صار له هواي. ف شوفوا حتى الشمس طاحت. يلا يا ولد، لهنا وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناة تشترك. خلنا ننهي الفيديو. ويش اسمه؟ ويا الزواج والتور. هاي طلع هاي شو اسمه، طلع جناحها حلو، ومن الزوجة هذي ويني هاد هاسيني ويردني بيضا حلو. ذن الزواج هم شلعت الحب مالهن يبس، شلعتي وهنا ذن صفن وظلن طيرا عندي، وصلوات على محمد حلو. فيلا يا ولد، لهنا وننهي فيديونا لليوم. لا تنسونا من اللايك، والما مشترك بالقناة تشترك. شوفكم في فيديو ثاني، وقود باي.